المحتسبة وتضطرني إلى أن أوجه النداء إلى السيد وزير الداخلية المحترم وإلى المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل إيفاد لجنة للتقصي والافتحاص في هذه الوقائع. فيعقل أن واحدا من الأبناء البرارة لهذا الوطن الذي يكون أطره الإدارية وأطره التربوية التي تعمل ب يعني منظومة التربية والتكوين المغربية أن يتعرض للتهديد من طرف السلطة المحلية، وسأسمي الأشياء بمسمياتها عندما سيتم إيفاد لجنة محايدة وموضوعية للاستماع. أحد رجال السلطة في هذه المدينة واجهني بالعبارة الآتية: On te fera un dossier et tu seras considéré comme élément nuisible. هل يعقل أن واحدا مثلي من الأبناء البرارة كما قلت لهذا الوطن يخدمه بالغالي والنفيس أن يواجه بمثل هذا التهديد في ظل الرعاية والاحتضان المولوي لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله؟ أنا كنت دائما في خدمة بلدي بكل تفهيم وإخلاص، وأنا اليوم أقف مؤازرا لوالدي في هذه الوقائع، ولن أتردد في الذود عن حقوقه بكل ما أوتيت من قوة. أشكركم جزيل الشكر، هذه المنابر الإعلامية الحية التي لبت نداءنا، أشكر الصحفي المقتدر الأستاذ عبد اللطيف، وأشكر المنبر الإعلامي أصوات والمنبر الإعلامي المغربي بريس، وتحية لكل أحرار وحرائر هذا الوطن، وشكرا جزيلا. اسم عبد الهادي بن الغزال، رئيس جمعية النخيل التنمية والتواصل، من قبل مخزني في القصر الملكي متقاعد. هذا السيد اللي جا دخل هذا المحل وبدل جميع النوافذ وعاود قاد تغير تقريبا شهر، وهذا السيد هو تيقاد هذا المحل، وعوان السلطة تيجيو تيحضروا وتيشوفوا السيد تيبني، وحتى شي واحد ما تعرض ليه. ثانيا هذا السيد نعم السيد ناض ودار واحد الجمعية في الجنب ديالي، يعني إزعاج. ثالثا دار الطبق الثالث، وهذاك الطبق الثالث تيطلع ليا على المحل ديالي. ملي نزل الطبق الأرضي فتح ليا صرازم قدام البيت ديالي وفتح باب جديد، وهذا الشيء عندي حكم المحكمة حكمت لي صالحي. سي عبد الهادي، سبق لك أنه راسلتي الجهات المعنية؟ كل شيء، راسلت السيد الوالي وعطى التوفيق، عطى سينا باش يطبق المسائل، وكان تعرض ما عرفنا شكون اللي تيتعرض لهذاك الشيء كله هو. ثانيا كتبت نعم الجيل الباشا، وكان تعرض ما عرفنا شكون اللي تيتعرض القائد، تا هو نفس المشكل كتبت ليه، كل شيء كان تيتلقى بالرفض. قولي يا سي عبد الهادي، دابا بالنسبه لكم انتم في هذه المنطقه، هذا الحي اللي سميتو حي المنكوبين، واش في قانون التعمير والبناء واش عندكم الطبق الثالث او لا؟ لا، انا مشيت للتعمير، كنت بغيت ندير واحد قد المحل ديالي ومشيت للتعمير، وقالوا لي راه ما عندكم الطبق الاول والسطح، يعني هما اللي كاينين الارضي والطبق الاول والسطح والثاني هما اللي كاينين، يعني هذا السيد راه داير الطبق الثالث، ومع ذلك راه عندي الضرر. انا قلت لك الحكم ديال المحكمه حكمت لي صالحي باش يوقع الهدم والغرامه، ونفذت هذا الحكم. هذا الشيء لحد الان هذا الشيء مازال ما بغا يتنفذ من طرف السلطه، ما عرفت شنو هو السبب اللي ما بغا يتنفذ. لهذا انا تنطالب بحقي، الطبق الاول يتسدوا هذوك الشرازن وتسد هذاك الباب، عندي فيه مضره ازعاج، تيجي ولادي من العمل وتيبيو يحسوا ويتكاو مع راسهم وتيوقع ازعاج. ثانيا الطبق الثالث تيطلع لي على البيت ديالي، الزوجه ديالتي لا طلعت نصر حويجات ولا شي حاجه تتلبس الملابس ديالها، يعني عندي الضرر كثير في هذه المساله هذه. لهذا تنطلب انا من المسؤولين، والخطاب ديالي موجه لصاحب الجلاله اول واحد يستجب لي في هذه المساله ديالتي، لانه دع الجميع السلطات تجهت لهم وحتى شي واحد ما تصنت ليا، دائما كان الطلب ديالي بالرفض، لان ما عرفت علاش هذا الرفض هذا. ثانيا انا تنسد السيد والي مراكش باش يتدخل مباشره في هذه المساله هذه، ما باقيش يكلف شي واحد، لانه ملي تيكون التكليف راه حقي تيضيع. ثانيا انا تنسد فاطمه الزهراء عمده المدينه،
بس تاي تدخل في هذه المسألة وتلبي لي الطلب ديالي وتعطيني حقي، لأن حقي ضايع. أنا خدم في القصر 55 سنة، وفي الأخر ما نتنص في الحق ديالي، الحق ديالي ضايع. خدمت الدولة، خدمت المؤسسة الملكية. ثانيا 30 سنة ديال المجتمع المدني، يعني خدمت مع الملك وخدمت مع الدولة، وفي الأخر ما تنصفش. هذا لا يقبل، خصني تنصف وبأي وزين كان، حقي أنا ما غادي نسمح فيهش. سي عبد الهادي، عندك مراسلات، عندك شكايات، عندي مراسلات لجميع السلطات اللي راسلتهم، وعندي لعمتي صور من نهار دخلت السيد وأنا تنصور، وحتى شي حاجة كل أي حاجة تقدمت لها تلقى الرفض من طرف المسؤولين. ما عرفتش شنو هو السبب، لهذا خصنا أنا تنطلب السيد الوالي باش يدير تحقيق في هذه المسألة هذه، ويعرف شكون اللي من وراء هذه المسائل هذه. حنا الحمد لله تنعيشوا في دولة الحق والقانون، لهذا تنطلب السيد الوالي باش يطبق. سبقتي سي عبد الهادي أنه خبرتنا أنه عندك شي مراسلات للسيد والي الجهة مرفوقة بتوقيعات ديال الساكنة اللي شاهدوا وعينوا وشاهدوا هذا الضرر هذا. كيفاش كانت الاستجابة؟ ما استجابوش، علاش؟ لأنه ملي السيد المعني بالأمر تقدم للسيد القايد قال لي بينا النوافذ والبناء اللي زاد جديد راه هذاك الشيء كان قديم، وأنا درت واحد هذا سميتو بينا هذاك البناء وهذاك الصرازم وداك الشيء جداد، وقعوا لي الناس جاوا للحي بينا هما اللي عاشوا هذه المرحلة ديال البناء وداك الشيء، ودفعتو للسيد الوالي ودفعتو للسيد الباشا ودفعتو للسيد القائد، ومع ذلك ما لقى حتى استجابة. واش الفترة فاش كان هذا السيد كيبني وكيفتح هذه النوافذ وهذه الأبواب واش كنتي في المنزل ولا لا؟ كنت أنا غايب، حتى جيت لقيت المحل تفتح النوافذ وداك الشيء. يعني تستغلت الفرصة في الوقت الغياب ديالكم؟ استغلت الفرصة. كنتو عطلة؟ عطلة، وهذا الشيء قلت لك أنا كانوا الناس اعوان السلطه تيجيو تيحضروا يوميين وتيشوفوا السيد تيقاد وتيصوب، وفي الاخر ملي جيت نهضر مع القيد قال لي انت اللي سمحتي ليه. شكون انا اللي بغيت نسمح ليه؟ انا غير مواطن عادي، راه السلطه هي اللي بغيت تسمح ليه. سمحتي ليه يعني كتابه ولا غير شفوي؟ لا ما كان لا كتابه ولا شفويين. الباب تفتح من ورايا والقيد تيحاول باش يثبت عليا هذه المسألة، وزيدون أنا ملي قال لي القيد قلت له شكون أنا مواطن ما يمكن ليش باش نعطيه الرخصة، أنتم اللي بتعطيوه الرخصة باش يفتح، أنا مواطن. إذني إذا كانوا المواطن كلهم بغا يديروا هذه المسألة هذه كلها كل واحد بغا يعطي الرخصة على اتجاه راه بغا توقع في الفوضى في البلاد، إذن ما كاينش مخزن. سي بلادي واحد النقطة، واش هذا السيد هذا جا لقاك هنا ولا أنت اللي لقيتيه؟ هذا السيد أنا نعم سي راه من 87 وانا هنايا، منذ سعاد الحسن الثاني اللي عطاني هذا المحل هذا تقريبا سنتين هذه باش دخل. عامين هذه يعني 2021 عامين هذه باش دخل، وراه داير لنا يعني الا كان هو من الجاليه انا راه مواطن، حتى انا مواطن، الا بغيت تعطيو الحق لواحد الانسان من الجاليه اعطيو الحق للمواطن، راه بحالي بحالو هو من الجاليه اللي قال هذاك حتى انا راه مواطن. بالضبط، اشنو المطالبه ديالك؟ المطالبه ديالي الطبق الثالث اللي تيطلع عليا عندي فيه الضرر، ثانيا الطبق الاول الارضي حتى هو عندي فيه الضرر. واش هذا الطبق الثالث واش تبنى بترخيص ولا بدون ترخيص؟ لا كامل بيت كان صغر والسيد تيبني ما كاين لا ترخيص ولا بلان. لقيت ملي مشيت انا شكيت للسيد الباشا لانه السيد الباشا ما فراسوش، ملي شكيت ليه عاد هضر مع القيد نفس لي الحكم ديال المحكمه وناض هو قاد المسائل تقريبا ثلاثه الاسابيع عاد باش قبط البلان، والبلان ما فيهش هاد الصراجم وما فيه هاد الشيء، والسيد القائد تيقول لك بان راه عنده البلان ديالو. شكون هذا اللي عطاه البلان؟ لانه حنا تنعرفوا بان في ديور الشهداء ما كاينش ثلاثه الطبقات، إذن هاد البلان ما فيهش ثلاثة الطبقات اللي تنتوما تقولوا لي البلان راه عنده البلان،
يجيب لنا هذا البلان ويعطي للمسؤولين وغادي نشوفوا الامور كي دايره. قرينا في واحد الوثيقه السي عبد الهادي انه السيد القائد جاوبك على الشكايه اللي كانت توضعتي في بعض في الملحقه الاداريه سيدي يوسف بن علي، انه هذا السيد هذا عنده وثائق وعنده ترخيص ولكن كتعلق بالطابق الثاني. واش انت كتكلم على الطابق الثاني او الطابق الثالث؟ كنتكلم على الطابق الثالث. اما بالنسبه للسيد القائد هو تيقول لك عنده الترخيص ديال الطبق الثاني، اذا الطبق الثالث ما كاينش في البلان، اذا خصو يتحيد. هذاك خصو يتحيد، ماشي في مصلحتي، عندي فيه الضرر وانا راه عندي حكم من طرف المحكمه باش يتنفذ ديال الحكم، والسيد القائد ما بغاش ينفذ القناه على الاستجابه ديالتها. ثانيين تنذكروا الضمائر الحيه من مجتمع مدني ومن السلطه المحليه باش يتجهوا لهذا الملف ديالي وينصفوني. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.